الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا وموضوع الحقيقة شديد الأهمية. أورام الليفية موضوع مهم من أكثر من جانب يا جماعة. طبعا تعرفين أنها أورام حميدة، عامل المهم جدا اللي بيأثر عليها هو مستوى الاستروجين، ربما تفاصيل كثيرة فيها في ناحية النساء مهمة، لكن هي أورام تؤثر على حياة الست بكل الأشكال. تأثير الأولاني يهمنا قوي من ناحية الطبية، إنه أورام في حالات معينة بتنزف وبليدنج، ده يؤدي إلى نقص هيموجلوبين، آيرون ديفيشنسي أنيميا، يؤدي إلى أنيميا، فقر الدم، نقص الحديد. وساعات الست توصل، لأنه ليها بعد اجتماعي الأورام اللي فيها، إن البنت بيبقى عندها ورم ليفي والبنت لسه ما اتجوزتش، فالبنت فيرجن، فالبنت مش عايزة تتدخل بشكل أو بآخر على الأورام اللي فيها، خوفا من فكرة أنه ممكن في بعض الحالات نضطر إلى إزالة الرحم، فالأسرة مأخرة التدخلات، أو البنت نفسها خايفة من الموضوع فرفضة تماما أي تدخلات، فقعدة مع الأنيميا، قعدة مع النزيف من المنوراجيا، دورة شهرية تمتد والنزيف موجود، فالأنيميا بمضاعفاتها اللي يعني من أول بقى يجهد وصداع وكرشة نفس وضعف عام ومشاكل على مستوى القلب، أنيميا مخيفة. حاجة تانية، إن الأورام اللي فيها موضوع يعقد الحمل، فالست بعد ما تتجوز، بنت بعد ما تتجوز عندها فاكتور مهم جدا اسمه أورام اللي فيها تعوق الحمل. طب لما نشيل الأورام اللي فيها عشان يحصل فرصة حمل، في بعض الحالات مش كل الأورام اللي فيها بتعوق الحمل، لكن في جزء كبير منهم، في الحالات دي برضو هيتقال لها جملة بس ممكن يتشال الرحم. طب أنا رايحة الست جاية تحمل وما عندهاش أولاد خالص، وإحنا بنقول لها إنه ممكن بين قوسين يتشال الرحم. هنا برز نجم الأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية أسلوب علاجي في الكثير من الإجابات على النقاط دي، على النقاط دي، انك بتدخل عند انسانة عندها انيميا، فرصة ازالة الرحم مفيش، فالموضوع هنا مهم للغاية. عشان كده الحلقة دي مثيرة جدا ومهمة جدا، لانها بتتكلم على واحدة من كل خمسة عندهم، في الستات عندهم اورام اللي فيه، واحدة من كل عشرة تقريبا، واحدة من كل اقل من كده خمسة من الناس عندها تأخر انجاب عندها اورام اللي فيه، فده موضوع مهم جدا جدا. تعالوا نرحب بضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأشعة التداخلية والرائد القدير لهذا العالم المثير جدا بتكنولوجيته المتقدمة وأساليبه الحديثة لحل حاجات كثيرة جدا. ضيفي العزيز والأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، والسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية واللجنة العربية، اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الاسم الكبير القدير. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن وبالسادة المشاهدين والمهتمين بالأشعة التداخلية والمهتمين بالأورام اللي فيه. أنت دي حياتك يعني أفضت في المقدمة، لأن هو الموضوع فعلا يستحق التنويه والمقدمة دي. إحنا بنتكلم على مشكلة يعني نسائية كبرى اللي هي الأورام اللي فيه. أورام اللي فيه دي مشكلة كبيرة جدا جدا عند كتير من الستات. الأشعة التداخلية كان ليها يعني دور ووقفة وطفرة في أمراض كتيرة جدا، أو غيرت منظومة العلاج في أمراض كتيرة جدا، على رأسهم أو من أحد الأمراض دي أورام الرحم اللي فيه. أورام، يمكن زي ما حضرتك، أنا هستلف منك التعبير اللي أنت حضرتك قلته في إحدى حلقاتنا واللي أنا معجب بيه جدا ودايما بردده، إن الأورام اللي فيه دي أورام حميدة، علشان أطمن كل المشاهدين والمشاهدات ان دي اورام حميدة، يعني فرصة ان هي تتحول الى كانسر دي فرصة يعني تكاد تكون ضئيلة جدا جدا جدا، ولكن
مقولة بتاع حضرتك الخالدة دي أورام حميدة، ولكن سلوكياتها في بعض الأحيان تكون غير حميدة طبعا. فهي غير حميدة إزاي؟ إن المريضة هذا الورم الحميد ممكن يبقى مصدر إزعاج، إما بالنزيف زي ما حضرتك تفضلت، وإما بالحجم الزيادة والضغط على الأعضاء المجاورة وصعوبة في كسرة التبول وصعوبة في التبرز، الضغط، الوجع المستمر، الألم في الحوض، كل هذه الأعراض. فمن ورم ساكن وصامت وحميد ولو لقيناه كده بنسيبه في حاله ما بنتطرقش ليه، إلى مرض بيسبب كتير جدا من الأعراض الغير حميدة. أنا عايز أقول بس قبل ما نبتدي نخش في الأسئلة بتاعت المتابعين، إن الأشعة التداخلية أوجدت حل غير جراحي وسلمي لكتير من المرضى دول. اللي بيلجأ للعلاج بالأشعة التداخلية دول نوعين من السيدات أو نوعين من المرضى اللي عندهم أورام ليفية، إما سيدة في عمر الإنجاب وعندها ورم ليفي وعايزة تحتفظ بالرحم، يعني مش عايزة تعمل عملية، وطبعا يعني العملية زي ما قلنا دكاترة النساء بيشيلوا الورم الليفي، ولكن يعني بيبقى فيه برضو في بعض المرضى خطورة النزف الشديد، لأن الأورام الليفية دي أورام دموية وتغذية دموية عالية، فبيبقى فيه عرضة إن هي يضطر في بعض الأحيان يشيل الرحم. فإذا النوع الأول من المرضى السيدات في عمر الإنجاب اللي عايزة تحتفظ بالرحم علشان عندها الأمل والفرصة إن هي يحصل حمل، أو الجزء الثاني الكبير جدا اللي عندها ورم ليفي حتى لو سنها كبير وعندها الأولاد بس مش عايزة تعمل عملية جراحية، مش عايزة تفتح بطنها، فتح البطن ده يعني زي ما بيقول حاجة يعني مش لطيفة، لو عندنا حاجة تانية بديلة بتدخل بسيط جدا وما يقدرش نفتح البطن وما فيش اي فتحات وما فيش اي فتره نقاهه. فكتير جدا من السيدات تبقى عايزه ما تلجاش للعمليه عشان ما تفتحش بطنها، وكمان سيكولوجيا مش عايزه تفقد الرحم. فدول المجموعتين الكبار جدا 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 الاشعه التداخليه اجتذبتهم، وابتدى يبقى في عندنا الحقيقه اقبال كبير جدا من السيدات على الاشعه التداخليه كبديل للجراحه. عندي كيسز النهارده او حالات كتير النهارده، هم في اتنين دايما برنشين الحقيقه دايما، معلش هقطع حضرتك، اورام الرحم اللي فيا يعني عامله زخم كبير جدا جدا في الاشعه التداخليه عندنا، لان هي عملت تحول يعني 180 درجه من عمليه وفقد رحم لاجراء بسيط جدا، ويمكن كمان العقل الجمعي عند بعض المرضى او السيدات مش قادر يستوعب الحته دي، فهو الزخم الكتير ده من كده يا دكتور علي. دايما في النساء وفي الاورام اللي فيا الهيستوري والشيت بتاعها بيبقى مهم جدا. هم حاجتين مهمين جدا في الطب دايما، النساء والبطنه، الشيت بتاعهم حوار تاريخ المرضي بتاعها، تاريخ المرضي هو ده اللي هيحدد بالظبط بالظبط. والنساء يعني يمكن كمان بيهتموا قوي بتفاصيل كتيره في الشيت، يمكن اكتر من زي البطن كده بالظبط. فست عندها 45 سنه عندها 3 ولاد تشكي من نزيف شديد بيأثر على نسبه الهيموجلوبين، اضطراب الدوره الشهريه، دكاتره النساء قالوا لها لازم تعملي جراحه وممكن نستأصل الرحم. ده مثال زي ما قلنا في المقدمه. النوع الثاني اللي هي سيده عندها يعني كومبليتد هيز فاميلي زي ما بيقولوا في النساء، ان هي خلاص جابت الاولاد مش عايزه اولاد تاني، بس مش عايزه تعمل عمليه، مش عايزه تفتح بطنها، وسمعت ان في حل تاني بالاشعه التداخليه. هل طبعا ممكن بالعكس، وعندها نزيف ده بالعكس، مرضى النزيف في اورام الرحم اللي فيا دول اكتر مرضى بيستفيدوا من الاجراء بتاعنا او الحقن بتاعنا. فطبعا القسطره او الحقن للاورام اللي فيا بالقسطره ده حل آمن ومتاح لهذه السيدة اللي هي عندها 45 سنة وعايزة تحتفظ بالرحم، مش عايزة تعمل أي عمليات، طبعا ممكن نعالجها بالأشعة التداخلية. 35 سنة متجوزة وعندها طفلين، عندها ورم حجمه 8 سنتي، المفروض أن الحجم لازم يكون طول وعرض، يعني لازم أقول كده، لكن هل السؤال هو 8 سنتي يمكن ديامتر، يعني هي يعني لو ورم مستدير حجمه
ربما يكون كروي الشكل قطره 8 سم. هل يعالج بالاشعه التداخليه؟ طبعا يعالج بالاشعه دي. زي ما حضرتك قلت التاريخ المرضي دي عندها 35 سنه وعندها طفلين، يعني دي هي من المجموعتين او يعني تنتمي الى المجموعتين، المجموعه اللي هي السن في عمر الانجاب اللي هي ربما تكون عايزه تحتفظ بالرحم علشان عايزه اطفال تاني، او لو هي اكتفت بالطفلين دول مش عايزه تفقد الرحم ومش عايزه تعمل العمليه. 8 سم ده حجم مناسب للاشعه التداخليه، وممكن نعمل الحقن زي ما احنا شايفين اهو، نقول عليه الحقن الشرياني بالقسطره. القسطره دي انبوبه بلاستيكيه دقيقه قطرها حوالي 2 ملي، بتدخل تحت بنج موضعي طبعا من شريان الفخ ده اهو، قسطره الخط اللبني اللي معاه، بنوجهها تحت جهاز القسطره اللي هو جهاز الاشعه لشرايين الحوض، ونوصل الخط اللي ماشي ده لحد الورم الليفي بشرايين وشبكه الشرايين اللي هي باين الجزء المدور الشبكه دي. احنا هنا ماشيين رحله داخل الشريان، لو حضرتك شايف او المشاهدين شايفين الحاجات الكور البيضة دي الحبيبات اللي احنا بنحقنها من القسطره واحنا داخل الشريان. احنا ماشيين بالكاميرا مع الحبيبات داخل الشرايين، تمشي تخش تلاقي سكه اهو، تخش على الشمال ده بيؤدي الى الشرايين اللي بتغذي الورم الليفي، اليمين ده بقيه شرايين الرحم السليمه. ده الانيميشن ده بيوضح ان احنا بنقفل الدوره الدمويه بتاعه شرايين الورم بس، وفي بعض الشرايين اللي هي بتغذي الرحم وبنحاول وتغذي عنق الرحم وتغذي المهبل، كل دول بنتفاداهم بان احنا بنخش زي ما بنقول سيلكتيف، او بنخش جوه الشرايين اللي بتغذي الورم الليفي، تاركين الشرايين اللي بتؤدي الى حيويه الرحم. والنقطه دي مهمه جدا جدا لانها مسار جدل في كتير من الاسئله زي ما هنشوف دلوقتي. السؤال الجاي عندها 50 سنه وهي اساسا عامله عمليات قبل كده تغيير صمام في القلب، عندها ورم ليفي تسبب لها ان الهيموجلوبين بتاعها وصل 7، وده كتير بنشوف الحالات دي، فخلاص هي كده انيميك وداخله على هارت فيلير يعني، وهي عندها صمام وهي اوريدي كاردياك يعني كاردياك ديزيز وهم كمان قالوا لها ان البنج يعني صعب ان احنا البنج عشان حاله القلب فبتسال بقى هل الاشعه التداخليه تقدر تدخل في المجال ده؟ الحقيقه دي يمكن دي المجموعه الثالثه بقى، دي اللي هي دون المجموعه، ده السيناريو اللي فيه المريضه بتبقى في مأزق. هي عندها حاجه في القلب، البنج والعمليه الكبيره خطيره ليها، حتى لو تتعمل بيبقى فيها ريسك او نسبه خطوره، وفي نفس الوقت هي في نزيف مستمر، فاحنا بين نارين، نزيف مستمر عامل انيميا، الانيميا بتعمل فشل في القلب اللي هو اصلا تعبان، هنعالج النزيف، طب هنعمل عمليه، احنا محتاجين بنج كلي والقلب ما يستحملش بنج كلي، دايلما. جت الاشعه التداخليه يعني زي ما بيقولوا انتشلت هؤلاء المرضى وانقذت بالحرف حرفيا انقذت حياتهم. المريضه دي ملهاش حل غير الاشعه التداخليه. ليه؟ زي ما احنا شايفين كده، احنا في الحقن الشرياني بالقسطره بنخش ببنج موضعي من مدخل القساطر ده من خلال الشريان، احنا ما بنحتاجش غير بنج موضعي. فبالتالي لو هي عندها انيميا، لو عضله القلب فيها مشكله ما تستحملش بنج، كل الكلام ده بالنسبه لنا ملوش يعني قيمه، لان احنا بنحتاج بنج موضعي فقط. مريضه بتبقى صحيه معانا وبتتكلم، فاحنا مش محتاجين بنج. فالنوع ده من المرضى الحل الامثل والافضل ليهم الاشعه التداخليه، لان احنا ما بنحتاجش غير بنج موضعي بس. السؤال الجاي بقى، 30 سنه متجوزه وعندها ورم ليفي حجمه 5 سم وعندها برضو النزيف، نفس القصه نفس 30 سنه 30 سنه ده من نوع دول المجموعه الاولى اللي هم محتاج اللي دي في عمر الانجاب اللي محتاجه تحتفظ بالرحم. بس هو سؤالها ان هي خايفه ان يكون الاشعه التداخليه تؤثر على التبويض. يعني انا مش، هي بتقول مش عايزه افقد الطفل ومش عايزه افقد الرحم يعني، ولكن خايفه على التبويض. الحقيقه علاج اورام الرحم اللي فيا بالاشعه التداخليه دي من التقنيات اللي هي مسار
كتير جدا من الأقوال المغلوطة والإشاعات. الحقيقة مش عارف ليه يا دكتور أيمن، ما عارفش عند حاجة تفسير التنافس اللي موجود بين النساء والتوليد وبين حس. هو مش تنافس أصلا، هي حسمة مفروض يعني هو أصدا... لا هو مفروض في تكامل. يعني هو إيه قصدي أقول لحضرتك إيه؟ يعني إحنا ما بنعملش حاجة اللي هي اختراع ولا هي تحت التجربة ولا هي جديدة، دي حاجة مثبتة وراسخة وثابتة في العالم كله، هي معرضة لكتير من يعني هو الـ 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 الإجراء ده يعني ملوش أهل يسألوا عليه يعني. فلا يعني فهو طبعا ده يعني هو يمكن التبويض بيقطع ده يمكن في ولا تقربوا الصلاة، يعني هو في جزء علمي موجود صغير ان هو بعض في بعض الاحيان التغذيه الدمويه بتاع المبيض بتبقى واخده من شريان الرحم، فيعني ممكن يحصل. لا احنا ببساطه او الشرايين اللي بتغذي المبيض دي اللي هو جزء من الرحم، يمكن قبل ما نتكلم كده دي عندنا دي احدى مرضانا اللي هم فعلا دي بعد الحقن ابتدى الورم يتقلص وكانت ما بتحملش بقالها فتره، وده اهو ده البيبي دي عيانه حقيقيه ابتدى الورم يصغر ابتدى يحصل حمل، فلا بيحصل لما تكون السيده في عمر الانجاب، عشان زي ما قلت لحضرتك استكمالا معلش احنا يعني استطردنا الشرايين الصغيره اللي بتغذي المبيض دي ليها قطر معين، واحنا بنحقن الحبيبات في المرضى دول اللي هم صغار السن بنبتدي نحقن حبيبات ذات حجم اكبر شويه ببعض التحفظات علشان ما يبقاش في اي احتماليه ان احنا نقفل هذه الوصلات او هذه الشرايين الدقيقه اللي بتؤدي للمبيض، وبالتالي بنحافظ على المبيض وبقاش في اي نسبه. يعني احنا لما بيبقى في سيده في عمر الانجاب بيبقى فيه بعض التحفظات وبعض التقنيات، لكن الكلام ده ما بيحصلش ولا بنفقد التبويض نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، ولو خدنا في الاعتبار هذه التحفظات النسبة دي تكاد تكون لا تذكر. 40 سنة عندها نزيف، سؤالها بقى عن العدد، عندها 5 أورام ليفية، هي بتسأل على العدد دايما السؤال، لا إما على العدد لا إما على الحجم، فهل الأشعة التداخلية تقدر تتعامل مع عدد من الأورام الليفية؟ طبعا نقدر نتعامل. احنا لما بنيجي نعمل الحقن بنعمل الاول زي خريطه شريانيه، بنخش نشوف شرايين الرحم عدد الاورام قد ايه، ممكن كمان يبقى في عندنا يعني اورام تظهر عندنا في القسطره او في الخريطه او في الحقنه التشخيصيه المبدئيه قبل العلاج بالحبيبات، ممكن كمان يكون في اورام صغيره مش باينه. مهما كان عدد الأورام احنا بنشوفهم زي ما احنا شايفين، يمكن الفيديو ده بيوضح الأورام اللي هي الكرات البيضة دي، بنخش بنحقن الحبيبات اللي هي بتروح زي ما احنا شايفين الكرات الخضرة دي بتروح للشرايين المغذية لكل الأورام مهما كان عددها، فالعدد ده مش عائق ولا بيمنعنا ان احنا نعالج اي عدد من الأورام اللي فيها، لا ممكن نعالج العدد الكبير ده من الأورام اللي فيها. كان السؤال ده عن العدد، السؤال القادم عن الحجم. هي اساسا ست عندها 3 اولاد، متزوجه عندها 3 اولاد، حست بالم في البطن، راحت كشفت ومشاكل في التبول، عملت اكتشفت عندها ورم ليفي 13 سم 13 سم. 13 سم ده يعني فوق الحوض بشويه، ده الحجم ده ممكن علاجه. يعني يمكن القسطرة ما بتنفعش في زي ما بنقول في الأورام اللي هي الهيوج أو الكبيرة قوي أو الإكستريم اللي هي ساعات في بعض الأحيان الورم الليفي ده بيوصل زي حمل مكتمل، يعني حجم الرحم حمل مكتمل، دول يعني طبعا ده بتبقى الحقن القسطرة، لكن الحجم ده كبير شوية فعلا لكن يمكن علاجه بالقسطره. الحقيقه برضه دكتور ايمن يعني بعد المرضى دول اللي هم عندهم بيبقى الحجم كبير شويه، طبعا احنا هنا شايفين هو الحجم هو بعد ما بنحقن، وده يمكن هي قسطره حقيقيه، شوف حجم حضرتك الورم اللي فيه قد ايه. المريضه دي هيبقى عندها شكوى من 2، يا اما النزيف، والنزيف ده لو احنا حققنا الحجم الكبير ده من الرحم بيبتدي على طول يروح النزيف وتبتدي الدوره الدمويه
او الدوره الشهريه ترجع الى طبيعتها. دي نمره واحد. لو هو كانش عندها نزيف وكانت بتشتكي من الالم نتيجه حجم الورم الليفي، الورم ده بيضمر تدريجيا. وبشوف حاجه غريبه جدا في المرضى دول، بعد ما بنحقن بعديها ما فيش اسبوع، المفروض الورم بياخد وقت على ما يبتدي يضمر، تبتدي السيده او المريضه تقول لي انا يعني انا حاسه ان انا احسن. اللي بيحصل ايه؟ ان بعد الحقن المرحله الاولى ان الورم بعد ما بنقضى عنه التغذيه الدمويه بيبقى حجمه زي ما بنقول بيبقى كده اطرى شويه او اقل ليونه، فضغطه على الاعضاء المجاوره زي ما حضرتك جايب حاجه ناشفه بتدوس بيها كده او حاجه طريه بيبقى اقل، تبتدي السيده تحس براحه، ويبتدي بعد كده حجمه يصغر تدريجيا، الراحه دي تزيد. فطبعا الاحجام الكبيره دي ممكن نتعامل معاها بالاشعه التداخليه. السؤال، الحاله الجايه 35 سنه بس بعتلنا رساله طويله، فانا هلخصها. هي بتسال اين يذهب الورم الليفي حق 6 سم؟ لا ده سؤال دارج جدا يا دكتور. لان برضو زي ما بقول لحضرتك سمعت يعني كلمه نيكروزس دي، هي لا يعني هو طب هو احنا بنحقنه، هو طب هيروح فين؟ يعني برضو ما ده منطقي. بيكش طب بيكش يعني ايه؟ طب ما في اجزاء منه بتموت يعني. هو زي بالظبط، انا دايما بشبه المريض زي الانسان اللي بيتوفى، انت لو دخلت عليه بعديها في لحظتها بتلاقيه بكامل ابعاده، لو شفته بعد سنه ما بتلاقيهوش. اللي بيحصل ايه؟ احنا خطوه نمره واحد بنملع التغذيه الدمويه عنه، خطوه نمره اتنين يبتدي هذا مناعه التغذيه الدمويه حاجه يبتدي حجمه يقل ويكش تدريجيا لحد ما يضمر ويتلاشى دون اي تاثير ودون اي مضاعفات، هو بيظهر بينكمش الجسم بيمتصه. يمكن هنشوف هنا الانيميشن ده يوضح، هنا اهو احنا الورم الكتله دي اللي لونها بامبا، الحبيبات الحاجات الصغيره بتخش في شبكه الشعيرات الدمويه والشرايين المغذيه للورم اهو، دي احنا مكبرين على الشرايين اللي رايحه للورم دون سواه، والكرات دي تكبير للحبيبات اللي احنا بنحقنها في الشرايين الدقيقه، تبتدي تقفل الدوره الدمويه، اي حاجه منعت عنها الدم او الدوره الدمويه اي عضو تبتدي يضمر، يحصل بعد كده ضمور تدريجي ما لهوش اي مضاعفات ما بيسببش اي مشاكل اهو، لو بصينا هنا اهو ده الانيميشن ده بيوضح، تبتدي يضمر الورم، لا بيحصل مضاعفات ولا بيحصل مشاكل، يبتدي يتلاشى ويقل تدريجيا. احنا عملنا للست دي موجات صوتيه او رنين مغناطيسي بعديها 3 شهور نلاقيه نزل حوالي 50% ويستمر في النزول في الحجم على مدار الوقت، لكن مفيش اي مشاكل خالص. السؤال الجاي ل 35 سنه مضمون سؤالها، هي بتسال هل الاشعه التداخليه تقدر تتعامل مع الورم اللي فيه ايا كان مكانها؟ لانه في اورام ليفيه بتبقى داخل الرحم، في اورام ليفيه ريترو. لا في الاشعه التداخليه ده يمكن الحته دي في الجراحه والمناظير، لان احنا لو دخل زمايلنا دكاتره النساء بالمنظار داخل تجويف الرحم مش هيقدر يوصل للورم اللي هو السبسيرس اللي هو طالع من بره جدار الرحم، لا احنا بنخش من الشرايين، في شرايين رايحه للورم اللي داخل على بطانه الرحم، في شرايين رايحه للورم اللي هو خارج من الرحم. طبعا لا بنعالج اللي هي الاورام السبسيرس اللي هي خارجه من جدار الرحم الخارجي او اللي خارجه من جدار الرحم الداخلي ناحيه بطانه الرحم، ما يفرقش بالنسبه لنا، بنخش في الشرايين دي او الشرايين دي. كيس لطيفه جدا، 38 سنه عندها ورمين، ورم داخل الرحم ورم خارج الرحم. ايوه نفس السيناريو هو. هو ده سب ميوكس او داخل يعني داخل تجويف الرحم على البطانه، والتاني طالع بره الرحم من جدار الرحم على خارج ناحيه التجويف البريتوني، ممكن نخش في ده ونعالج ده برضو نفس الكلام. برضو السؤال اللي جاي بيدور حول استئصال الرحم، هي خايفه من استئصال الرحم. وبرضو سؤالها رايح في حته ايه؟ لا اصل هم قالوا لي الاشعه التداخليه ممكن الورم يرجع بعديها. لا ما ممكن يرجع في اي حال. لا ما احنا بالعكس احنا يمكن الرجوع ساعات بعد الجراحه نتيجه ان يكون في ورم صغير مزد او ما شافش، هو 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 هرمون ديبندنس عشان بيرجع، عشان هو بيعتمد على الهرمون، السيتويشن مازال موجود. احنا اجهزه القسطره برضو الحقيقه يا دكتور ايمن الحديثه دي تقدر تخلينا نشوف اي شرايين دقيقه،
فاحنا بنعمل زي قفل بصوره كامله للشرايين دي، وده كل ما كانت التقنيه اعلى، كل ما كانت الحبيبات ذات حجم مناسب، كل ما كانت الادوات على مستوى، كل ما قللنا نسبه الارتجاع اللي هي بتبقى موجوده نتيجه الهرمونز ونتيجه العوامل الاخرى. السؤال الجاي ده من حد عنده يعني بعض الثقافه الطبيه، لانه كاتب لي تعبير كده، هي بتسال بتقول هي عندها ورم ليفي وكل حاجه، بس هي خايفه من الم ما بعد العمليه، عمليه الاشعه التداخليه، لان هي على حد تعبيرها بتقول ما هو بيحصل مثلا التاكل اللي هو ريدي جينيريشن او في اللي بعد الحقن اللي بعد يعني تاكل، فالتاكل ده ممكن يطلع مواد تعمل دي نتيجه يعني دي حكايات المريضه للمريضه. طبعا عندنا بعد الحقن بيبقى فيه شويه مغص، المغص ده زي الدوره، بيبقى زي الدوره الشهريه الشديده شويه، زي وجع او مغص الدوره الشهريه. اللي بيحصل ايه يا دكتور ايمن؟ احنا بنمنع التغذيه الدمويه، يبتدي الورم زي ما قلنا يتلاشى او يكش، ده بيبقى مصحوب ببعض المغص، بندي ليه مسكنات وبيبقى محتمل ومفيش اي مشكله خالص. انا بطمن السيده دي الورم ده الوجع ده او المغص ده محتمل زي الدوره الشهريه، بيستمر كام يوم وبندي ليه مسكنات وبيروح بعد كده خالص، مفيش مشكله خالص. كيس تانية حصل لها مشاكل بسبب الاورام اللي فيها، اللي هو المضاعفات اللي احنا ما نتمنهاش، اللي هي بدات يجيلها نزيف، ادوا لها حاجات توقف النزيف، جالها بسببه تجلط في شرايين للمخ. دي خدت يعني حاجات هرمونيه او دي حاله حصلت حمله او ده اللي احنا بنشوف. اللي بيحصل ايه يا دكتور ايمن؟ يعني هو الست دي بيبقى عندها نزيف مستمر زي ما حضرتك قلت، ده عشان نتيجه الاستروجين، تبتدي تاخد هرمونز وفي بعض الاحيان حبوب منع حمل. طبعا حبوب منع الحمل في نسبه يعني ضئيله من السيدات بيبقى معاها بعض المضاعفات، اللي هي منها ان يحصل تجلطات. التجلطات دي ممكن تحصل في الاورده او ممكن تحصل في الشرايين، ويعني لسوء الحظ السيده دي حصل لها مضاعفات من اقراص منع الحمل، ادت للسلسله دي في نزيف، تاخد الراس علشان تسيطر على نسبة الهرمون وتمنع النزيف، لما جالها جلطة زي ما انا فاهم اضطرت توقف الراس منع الحمل، فابتدى النزيف يرجع تاني. فيعني احنا في ضيلم الهرمونز دي علاجات كلها مؤقتة او زي مسكنات بتصلح الهرمون الباترن فروايل، وبعدين بيرجع المشكله موجوده اللي هي ملهاش حل غير يا اما الاستئصال يا اما الحل. فالست دي ملهاش حل غير حاجتين، العمليه، وطبعا العمليه علشان التجلط يعني فيها معقده شويه. اذا الحل الامثل والاسهل والافضل الحقن بالقسطره الشريانيه بالاشعه التداخليه. لازم نسمع ابو العريف. ابو العريف في الحته دي هيقول كلام يعني ضرر، تعالوا نسمع مع بعض. يا باشا اماني زميلتي في المكتب قاعده تتساير مع الحاجه رجاء، انا قاعد في حالي بتقول لها انا عندي اورام ليفيه، الحاجه رجاء قالت لها اعمليها احسن بالاشعه التداخليه. ما قدرتش افضل ساكت، لما اخذ حاجه رجاء الاشعه التداخليه حلوه ما قلناش حاجه، بس لما يكون عندها التصاقات الأشعة التداخلية في الالتصاقات تدخل تسلك الدنيا، لكن الأورام اللي فيا دي لا عاوزة دكتور نسا ولا عاوزة دكتور أشعة تداخلية، دي أورام يا جماعة عاوزة دكتور أورام، صغيرة تتعايش معاها، نص نص تاخد أدوية، كبيرة يبقى ملهاش غير الجراحة التقليدية، مش أشعة تداخلية يا حاجة رجاء ما تسوحيش الولية. انت سوحت العالم يا عم. لا هو كان قاعد في حاله، لكن قاعد في حالها سوح العالم. كل الكلام غلط، يخرب بيته. لا ومقنع الأشعة التداخلية ده هي الحل السحري للأورام اللي فيها. ده هو حتى ايه يعني، بس احنا هو اللعبة مش نسى، ده أورام. زي ما بقول لحضرتك، من كونه حل مذهل ويمكن العقل البشري مش قادر يستوعبه دلوقتي، من واحدة بتعمل عملية كبيرة
وبتشيل الرحم لمعقولة قسطرة؟ فهو معرض لكتير جدا من الشائعات اللي هي لا أساس لها من الصحة، مش عارفين نلاقيها من دول اللي بيطلعوا إشاعات ولا من أبو العريف. ما أنا بقول لحياتك ملوش أهل يسألوا عليه. الأبو العريف ده كتير قوي، أبو العريف اللي بيفتي، اللي بيقول جملة ملهاش معنى، اللي بيقول لا 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 نعملها بكذا، دول اللي لسانهم سابق معرفتهم، مش سابق، هو لسانهم في حتة وما عندهمش معرفة. دول أرجوكم أرجوكم، من قال لا أعلم فقد أفتى. ده مهم قوي الكلام ده. نورت وشرفت ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة بس الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية وجمعية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. نورت الناس ربنا يخليك، وأبدعت في واحدة من حلقاتنا اللي هي تهم الكل، تهم الست اللي عايزه تنجب، تهم المتاخرين اللي عندهم مشاكل في الانيميا، تهم الناس الدكاتره بتوع امراض الدم اللي بيشوفوا كل يوم حالات انيميا بتؤدي الى فشل قلبي، يهم جدا دكاتره البطنه، تهم كل الناس الحلوه، كل الناس الست حلوه، تهم كل الناس. خليكم مع الناس الحلوه. هل لابد ان الانسان يمشي الطريق بشكل كلاسيكي اللي هو يجيله ذبحه صدريه وبعدين بعد كده يجيله جلطه في القلب، ولا ممكن الفيرست برزنتيشن اول توابل له يكون جلطه في القلب؟ هل ممكن مشاكل الشريان التاجي يبقى اول علامه ليها هي ان انا اجي صحي واحد الامات؟